يعني فوج العتاب يعني نتيجة لطلب الاقتراحات يعني وصلنا لهذا لأن كل لجنة واحد العدد ديالها معدد كل منطقين العدد على الأخطر ولكن راه وصلنا الأخطر واحد من أنا كنشوف يعني إذا كاين شي تفاهم بين الإخوان يتبادلوا إدريس الطالب من سبي سوفيا صالحي زكريا خالد مني عبد الهادي القندالي أمي محصاد محمد دكتور محمد القادري سعيد البومي هدى بركات راشد توليف بن سلام كريم رشع على Thank you.
بالنسبه للسويس اطلب من الدائره الكاتبه في المجلس انه يعني لمن يصوت لصالح سيدنا امين 11 من رئاسه لجنه الماليه انه يرفع التصريح. هل
السيد كتب ما يصوت لصالح السيد جاوي بهاد من انتخاب هذه الليله. لا يسمحوا الإخوان أنا بالعكس واحد الموقف جد إيجابي. أنا كنشكر الأغلبية اللي ما ترصحات ضد واحد من المعارضة. الآن دابا غادي يوليو جوج تاع الليزان مخصصين للمجموعة. أنا كنشكر الإخوان تاع الأغلبية اللي ما ترشحوش ضد لأن هذه راه الأغلبية كانت المفروض ترشح وما ترشحات. هذا أسلوب إيجابي، يعني أنا كنشكر عليه الأغلبية. ومع الفريق الأغلبية ومع الحزب اللي أنا تمثله هنا داخل المجلس،
واحتراما حتى الاخ جواد مهال، يعني حنا تنعطيو الخليقه سان تاع هاد الجنه هادي. شكرا. السيد الرئيس للتدارس 42 شخص. صافي. شاهدت واحد الرئيس. قلنا اللي سويتم الى
هذا البرنامج هو مكمل لكم بالعوده بالمهندسه التصحيح الاساسي للاعلام تغلبكم الى كتب الفضول اصليات شويه وراءهم اللي سون ديك لاعبين في المنظمه اللي عندهم تصليات انهم في المعارض لانه لكن هو السيد الرئيس عليكم منطقة الديمقراطية العالمية أن المعارضة هي التي تفوض بها لفوض عليكم كان من معكم كان الانتخاب مع السبب الثاني أنا أعتقدي أنه الامتناع لا يعتبر معارضة للرئيس وكان الإرهاب طلب من واحد المختار في النظام الداخلي في هذا المنطق وتفسير التصويت ذلك تفسير التصويت هو الذي يوضح ما في المعارضة ويمكن أن يكون تصويت نحن نعتبر أنه تصويت في 44 و42 و43 و43 هذه أغلبية الذي يصوت على التكوينية هو جزء من الأغلبية ولذلك إذا كان شي واحد يصوت معه وهو في صوت معارضة كان تعرفوا ما تعرفوا وفي سياسة كل من تصوت معارضة شكرا شكرا لك استمر لك واحد وجيه جدا بداية الاجتماع أنا كنت قلت واحد مقتضى قانوني مهم وأنا هذا مجلس تداول وطبيعة المجالس التداولية هي إبداء الآراء والنقاش لحظة بلحظة في كل المقتضيات مرة بالإيجاب مرة بالرفض بناء على الاتفاقات العامة قانون تنظيم الجماعات الترابية أعطى هذه الصفة هذه للأعضاء ديال الجماعات الترابية بمنطق أنه الناس تتدبر المصالح ديال الجماعة ديال الكناس انطلاقا من توجهاتها السياسية ولا تنبغي نتحاور مع أخي عبد الصمد حوار آخر من قبل أنه طلب من الأغلبية ومن السيد الرئيس أنه يسوق معارضة هل المعارضة منسجمة؟ هل حزب الحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة؟ هل حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد؟ ومن قلت قبيلة السي هشام بأن الأغلبية أغلبيات هل حزب الاستقلال هو الاتحاد الدستوري؟ هذا الشيء سيكون في البرلمان لأن فيه نقاش على مستوى البرامج السياسية أما في الجماعة الترابية هذا الشأن المحل وأنا أبغي نقول لواحد الأستاذ الصمد هل هو جزء من الأغلبية المعارضة عندما صادق بالإجابة على النظام الداخلي؟ عندما صادق المجلس بالإجماع على النظام الداخلي أين سنصنف المجلس؟ واليوم أنا أتساءل معكم أية مسؤولية لدى الحزب الاشتراكي الموحد في المجلس؟ إحنا ما جزء من هو برئيس؟ ما تنحضروا الاجتماعات ديال المكتب؟ ما تنحضروا الاجتماعات ديال الأغلبية؟ وغدا وطيلة هذه الست سنوات عندما ستأتي الأغلبية بأشياء ضد مصلحة الكناس سنصوت بضد وبرأسنا مرفوع وبصوت مرتفع يمكن ما نسيطرش ومن غادي تجيب شي حاجه اللي ايجابيه غنصوتوا بنعم وبرأسنا مرفوع وبصوت مرتفع لا شيء اشلنا هنا وجيب لي مقتضى قانوني واحد يقول بانه حزب سياسي معين يصوت على نقطه في التداول بالايجاب او بالامتناع او ضد راه تتغير من الموقع السياسي تتغير من الموقع السياسي ديالو منين طلبت انا بانه التفسير ديال الامتناع الدار لانه الدستوريين كلهم العالميين يصنفون الرفض والامتناع ولا ضمن المعارضه فقط على مستوى الترتيب ديال الراي السياسي يكون مختلف راه علاش قلت انا الامتناع باش نعطيو الصفه ديال التراتبيه ديال كل لحظه لحظه سياسيه في التعبير لا امتناع تحفظ راه السيد الرئيس راه تنطلب منا تبقى تقول تحفظ من يتحفظ باش نتعلموا الثقافة الديمقراطية الامتناع وتحفظ ولا كل معارضة نعم الفرز السياسي ديالنا هو حضور الاجتماعات ديال المجلس مع الرئيس شكرا شكرا سي مقعد على هذا الشيء غادي نعطيك بعض الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس سيد مدير السلطة سيدة السادة أعضاء المجلس من الكير سيد الرئيس عند انتخاب رئيس المجلس أن السيد الدكتور عبد الله بوانو قام تدخل ليوجه فيه ووضح فيه لجميع أعضاء المجلس أنه
سيصوت بلا إذ كانت هي ضد ساكنة مكناس، وسيصوت بنعم إذ كانت مصلحة مكناس. فاليوم كنلقاو تناقضات في داخل هذا الحزب اللي هو حزب العدالة والتنمية. لنتذكر ماذا قال الدكتور عبد الله بوالو يوم انتخاب الرئيس، تقول أنه على أساس أنه سيصوت بلا إذ كانت ضد مصلحة ديال مكناس، وسيصوت بنعم إذ كانت هي مصلحة مدينة مكناس. فاليوم احنا كأغلبية أو كمعارضة دائما التصويت تكون هو مصلحة ديال المدينة أو مصلحة ديال هذا المجلس. فاللي بغيت نوضح أنا ما يكونش واحد التناقض. البارح كنقولوا كلام واليوم كنعاودوا من يصوت بلا؟ لا.
الممتلئون الى السيد المستشار صاحب الجلاله الديوان الملكي القصر العام الرباط.
سيدي المستشار، تحية وسلام اللائقين بمقامكم الكريم. يشرفني أن ألتمس من سيادتكم رفع نص البرقية التالية إلى الحضرة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله ملكه، وبعد مولاي أمير المؤمنين وسيد الرسول الأمين، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. يتشرف خدام الأعتاب الشريفة رئيس أعضاء مجلس جماعة العاصمة الإسماعيلية مكناس المجتمعين في إطار الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 22 أكتوبر 2021 أن يغتنموا فرصة اختتام أشغال هذه الدورة ليعبروا لمولانا أمير المؤمنين أعز الله أمره عن أسمى آيات وولائهم وإخلاصهم وامتنانهم وتعلقهم الدائم بأهداف عرشكم الخالد مقتدين بسنة من سلفكم من الآباء والأجداد معاهدين جلالتكم يا مولاي بأن نظل منخرطين في كل المبادرات الملكية الإصلاحية الطموحة من أجل إنجاح مسار التنمية الشاملة لتحقيق أقصى طموحاتكم رعاياكم الأوفياء بمملكتكم السعيدة. نعم يا مولاي، إن مجلس جماعة مكناس وهو يجتمع في هذه الدورة يتشرف قديم الأعتاب الشريفة وأعضاء مجلس جماعة مكناس بتقديم فروض الطاعة والولاء اللائقين بالمقام العالي بالله وبأطيب الأماني وأغلى المتمنيات بالنصر والتمكين لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالعز والتأييد. حفظكم الله يا مولاي ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه خير هذه البلاد وجعل النجاح حديثكم لصالح الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وشد أزركم بشقيقكم المولى الرشيد وكافة الأسر العلوية المجيدة. إنه سميع الدعاء وبالاستجابة جدير، والسلام على مقامكم العالي بالله. حرر بمكناس بتاريخ 18 ربيع الأول 1443 الموافق ل 25 أكتوبر 2021 خادم الأعتاب الشريفة رئيس الجامعة الحضرية لمكناس إمضاء أستاذ جواد بحجي.